والتر والتر الاسل بلوتو نعيم دي فلا تحت المربع يبوستي نعيم يبوستي يدور يضرب من الميديستونس ويسجل نعيم دي فلا يسجل نعيم من الميديستونس والتر ليمون والتر يلعب مع نعيم من نفس البلاصة من نفس البلاصة نعيم دي فلا يزيد زوز نقاط الحمد لله لاباس ونعيم اي 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 نعيم كان حب يعاود الثالثة من نفس البلاصة من الميديستونس جامب شوت لكن المرة هذه يربح الفوت قدام احمد بن سعيد نقاط نعيم 13 5 قبل 5 دقائق 19 ثانية ويسجل الثانية 4 نعيم دي فلا باهي لونتا معكس الجولة الأولى ضد النجم الرياضي الساحلي نعيم من ثلاثة وينجح ينجح نعيم دي فلا قاعد يلعب بوت 5 وقاعد يعمل في مردود كبير نعيم دي فلا من ثلاثة وينجح نعيم ينجح نعيم دي فلا من ثلاثة 12 نقطة كاملة لنعيم دي فلا تمشي النعيم اوبن شوت من ثلاثة ويسجل نعيم دي فلا يسجل نعيم دي فلا اوبن شوت من الثلاثة كانت بعيدة يمكن نص مترو على السير نادي السايح باهي الباس باهي ان شاء الله تتمركز ان شاء الله تتمركز واي يا 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 جوجو باهي الباس كانت تريونجل ما بين مراد المبروك نعيم دي فلا الباس ديسيزيف لجوجو 69 46 تتقاسي الكرة على نعيم دي فلا فاست بريك جوجو يمشي المهدي السايح للميديستونس مرة أخرى ولهنا نعيم مستير ونابل في مستير وفي القروين قروين والزهرة نعيم ينجح في الأولى 16 نقطة نعيم نقطة نعيم و67 للنادي الإفريقي 67 46 21